الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشرفوا بالحضور في هذا الافتتاح قاعة جديدة بالنعمة، قاعة القدس ما شاء الله. على كل حال تعتبر هذه إضافة للقطاع الخاص للنعمة اللي يشهد نقص في الإمكانيات، نقص في الهياكل. إن شاء الله تكون بادرة جديدة، يعني من 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 أجل تشجيع أعيان المناعة والرجال الأعمال باش يستثمروا، خاصة إذا أمكن في يعني عيادة جراحية طبية إن شاء الله. إن شاء الله ولكن نوصلوا لعيادة جراحية طبية راح نقص شوية الضغط على المستشفى الوحيد اللي في المناعة. يعني أدعو يعني الرجال المستثمرين باش يديروا مبادرة أنهم يبادروا بإنشاء وإنجاز عيادة طبية جراحية نظرا للعوامل الجغرافية لولاية المناعة، البعد عن أقرب ولاية وهي غردايا 270 كيلو، راح تكون إضافة يعني استثمار حقيقي في الصحة البشرية. بارك الله فيك السيدة المديرة الولائية للصحة لولاية المناعة.